تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنشتغل كاسات الكنافه بالفراوله على الرواق كده لغايه لما مخرجنا يقول لنا احنا خلصنا. مين يا ست الكل؟ زي الفل. نعم هنعمل ثلاث كاسات فيهم. اه يا كاساتك. اه اللهم صل على النبي. معانا كريمه. فين كريم شانتيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلوهم يجيبوا لي كريم شانتيه. عم هيثم تعالوا نشتغل فيها كده مع بعض. ادي الفستق وادي عصير الفراوله وادي الفراوله. نشوف المقادير مع بعض كده البساطه والسهوله ازاي نعمل. يا نعم يلا المقادير على الشاشه. المقادير على الشاشه. طب تمام زي الفل. حاضر انا اسف. هنحط الكنافه كده اهو. اهو حاجات سهله. ونصيحه مني في الشهر الكريم، عندك بنوته حلوه هتصحى من النوم بدري، اصحي يا ماما النهارده علشان انت اللي هتعملي الحلو في المطبخ. انا عايز الجو ده، الجو الاسري ده. هتعملي الحلو يا ماما؟ هتعملي الحلو النهارده. طب ازاي يا ماما هعمل حلو؟ انا هخليك تعملي النهارده حلو كده طفولي. ده صوص فراوله، عصير فراوله يعني. فراوله بلدي بتاعتنا ديت، قمعناها حطيناها في الخلاط، حطينا عليها سكر. ممكن بدل السكر تحط شويه شربات من شربات الكنافه او شربات البسبوسه اللي عندك اللي بتعمليه من اول رمضان في قلب الخلاط وتضربيهم مع بعض. نحط كده كمان شويه كنافه. كاسات الكنافه بالفراوله او طبقات الكنافه بالفراوله. نحط فراوله من اللي متقطعه عندي ديت. ايوه ده، ايوه ده، هي دي الكريمه اهيت. ادور عليها. ينزل كده. انزلي بقى. ده مشروع فاشل ده. شيلها دي من هنا. ناخد الكريمه دي كده نحطها هنا كده. انا قلت اعمل اختراع يعني. حلو. ناخد دي كده. عينيا. ايوه كده ما تشوفنيش حبيبي. والله العظيم انت حبيبي. لما يكون في حاجه كده المخرج يقول لي انا مش شايفك اعمل اللي انت عايزه. شفت بقى لما المخرج يحاول. لا عادي والله العظيم المشاهدين بيحبوا الجو ده. خلي بالك. يقول لي انا بخدمك يعني على اساس بيرسم ان انا ايه اكله اكله النهارده مثلا شويه ايه كنافه حلوين. شفت اهو بحط كده اهو. شفت الجو اهو. بنعرف نتصرف اهو. ما بنقفش على حاجه اهو. هي اهم حاجه ان انا احط كريمه عشان الاولاد بيحبوها كده اهو. واحط مع الكريمه دي كمان فراوله. حاضر حاضر عينيا اهو. حاضر حاضر عينيا اهو. حط فراوله بالشكل ده كده اهو. ونفس الموضوع هنا كده. طبعا اقول لك على حاجه، لو انت عايز تختم عشان عندنا موجز الانباء. طيب هنطلع احنا نخلص. طيب يا فندم. طيب انا عايز اقول حاجه. النهارده عملت ايه؟ عملت حاجه حلوه قوي. عملت فتت الدجاج باللبن، شفنا تفاصيلها ازاي. وعملنا طاجن سجق حلو قوي بالطماطم والبصل. وعملنا شوربه المشروم بالكريمه علشان اللي بيسال عليها من اول الشهر. وبنعمل دلوقتي مع بعض كاسات الكنافه بالفراوله. سيبونا اشتغل فيها لان عايز اطلع شكلها حلو. مطبخنا رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.